فترة بترحب بالسادة المشاهدين في كل مكان، أهلا بكم مرحبا في برنامجكم الشيف. النهارده هنعمل السيفود الجراتان اللي هو المأكولات البحرية، هنعملها باللون الذهبي. الجراتان اللي احنا هندخلها في الفرن عشان تاخد لون ذهبي. تعالوا نشوف مقاديرنا مع بعض. عندي جمبري وكريماري، سمك فيليه بسله وجزر وكزبره خضراء، وعندي توم وبصل وكمون وليمون وكريم لباني وزبده ملح وفلفل بهارات. نقول تاني مع بعض، نشوف على الشاشه. طيب عندي بهارات ملح وفلفل، عندي زبده كريم لباني ليمون وكمون بصل وتوم، عندي كزبره خضراء بسله جزر، عندي سمك فيليه كاليماري، وعندي جمبري. تعال نشوف بقى هنعمل كل الكلام ده ازاي. الحاجات دي كلها سهله جدا، وتعالوا حضراتكم نشوف هنعملها ايه. اهم حاجه عندي الفرن بتاعي بيبقى شغال. الفرن بتاعي بيبقى شغال ليه؟ عشان خاطر يكون عالي، لما ابدا احط حاجتي تبقى معايا زي الفل كده. هنحط طاسه على النار، بسم الله الرحمن الرحيم. عندي بصل، توم، بدعمها بشوية كرات وشوية كرفس. الكرات والكرفس يعملوا معايا طعم جميل جدا وطعم زي الفل. طيب كده هنا هنشوف بستخدم دايما انا في الاسماك حاجه من الاثنين، يا زيت زيتون يا زبده على حسب الرغبه، لكن طالما انا هديها كريمه لباني يبقى افضل ان انا استخدم الزبده افضل. كده ادي البصل بقطعه تقطيعه زي ما انا عايز، ما بتختلفش عندي فيها حاجه. كلها تقطيعه متناسقه كده. يبقى اتفقنا على حته زبده كده. ادي البصل عندي، التوم بتاعي بفرمه اهو، ادي التوم. بنشتغل واحده واحده بروقان، هنعمل حلقه ان شاء الله تعجب حضراتكم. يا هند مساء الخير. الو هند. يا هند. الو مساء الخير. مساء النور، ازيك يا شيخ؟ ازيك يا هند، عامله ايه؟ تمام الحمد لله. انا مبسوطه قوي اني كلمت حضرتك، وانا فرحان بصوتك يا ست الكل. ربنا يخليك، انت جننت الشعب المصري يا شيف والله. ربنا يخليك يا حبيبتي، تأمريني سعادتك. يا شيف والله مبسوطه جدا اني كلمت حضرتك، وكنت كلمتك امبارح بس ما عرفتش اوصل لك. لا يا حبيبتي تحت امرك. وعايزه اقول الف سلامه لمدام ميرفت، ربنا ان شاء الله ربنا يخليكي، ان شاء الله هتبقى زي الفل وزي الفل ان شاء الله. الاستاذ هاني والاستاذ عسكر، وبسلم على مدين كتير، وكنت عايزه اشترك معاك في الجروب. خش يلا، انت مش عايزه واسطه بس مش عارفه ازاي والله. لا هتخش على الجروب بتاعنا وتسيفي اسمك على طول وتبداي تتعاملي معانا. اوكي ان شاء الله. انا تشرفينا، تشرف كلكم، تشرفوني. الله يخليك يا شيخ. ليكي سؤال يا ست الكل بقى؟ لا ميرسي، ربنا يخليك، كنت بتصل بس اطمن على حضرتك. دي يا ستي مشاركه جميله وظريفه زي العسل منك، بشكرك على يعني اتصالك الجميل. شكرا ست هند، بشكرك وتشرفينا في اي وقت معانا في الجروب بتاعنا. خشي على الجروب وسجلي اسمك وهتشرفينا. ست نيفين، صباح الفل يا ملك. بس بقى خلاص، صباح الفل، خلاص صباح الفل. مش قعدت بقى على الميه وخدت راحتك واتبسطتي وسابنا احنا في الزحمه؟ يلا ربنا يسهل لعباده. ايوه بقى كنت بتفسح شويه، احنا مش هنقر على حد بقى، مش هنقر على حد. حسوني جدا جدا جدا. ماشي يا نيفين، هتتردلك ان شاء الله. حسوني جدا جدا جدا. ماشي. انت عامله ايه يا نيفين؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. انا كنت بقى انا ومامتي بقى في الساحل بنتفسح، وكل يوم نتفرج عليك واحنا قاعدين في الجنينه وبناكل بقى سمك وكابوريا وعاملين. طب خدنا معاكوا يا ست خميس جمعه نقعد نشم ريحه السمك وانتوا تاكلوا. يعني احنا نقعد نشم ريحه السمك وانتوا كلوا. لا يا حبيبي كده انت ليك الخير كله وانت ليك كل حاجه يا جميل. الحمد لله يا الحمد لله بالسلامه يا ست الكل. الله يخليك ونورت مكانك. وصبحي لي على ماما. وماما عامله ايه؟ هي عايزه تكلمك، ده انا عندها مخصوص عشان احنا الاثنين عايزين نكلمك. خد هي معاك اهي. اديها لي. الو ست الحبايب الحمد لله بالسلامه. اهلا يا ملك ازيك؟ ان شاء الله تكونوا اتبسطتوا ان شاء الله. الحمد لله. انا عايزه بس انا بطمن عليك دايما من نجيب. والله انا في نعمه والحمد لله يا ست الكل. انا عايزه اقول لك يعني لو انت مش الملك امال مين الملك؟ الملك هو الله. ربنا يبارك فيكي. انت ملك الشفاء. الله يسترها. انت الملك ما كانتش اتعملت لك قناه مخصوصه ليك انت. الله يبارك في سعادتك، ده انتوا اللي خلتونا يعني انتوا اللي شرفتونا وخلتونا حلوين يعني. الله يخليك ربنا يخليك كده ويوفقك ونشوفك دايما بخير ويديك ربنا الصحه ان شاء الله. تكون اتبسطت حضرتك في الرحله. الحمد لله الحمد لله بسلامه. نورت بيتك يا ست الكل. دايما فاكرينك وبنتفرج عليك في اي حته. اكيد والله يا ست الكل ربنا يبارك في سعادتك. الحمد لله بالسلامه. بشكرك على اتصال حضرتك. الله يسلمك يا ميرسي ليكي يا فندم ربنا يبارك في حضرتك. شكرا. الحمد لله بالسلامة نيفين انت وماما شرفتوني ونورتوني. طيب كده عندي هنا بقى هنا عندي صبيط بلح البحر جمبري سمك فيليه. الباكج ده كله بيتباع جاهز باكت كده في السوبر ماركت، بدل ما تجيب تقول له هات ربع كيلو من ده ولا 100 جرام من ده ولا ده كله بيتباع جاهز في السوبر ماركت اهو. بسرعه بسرعه عشان ما يحاولش يجيب الميه بتاعته. اروح انا مدعمه بحبه دقيق مش كتير اهو عشان اعمل له شخصيه كده. اقلب اهو. شفتوا بقى عملنا ايه؟ لازم يكون ليكويد اهو. لو انا ما لحقتوش بحبه الدقيق دول ممكن نجيب ميته وهنخش في مشوار تاني مش لذيذ. ست ام كرم سلام عليكم. عليكم السلام يا شيف شربيني. ست الحاجه ازيك؟ عامل ايه؟ في نعمه والله يا ام كرم. اقول لك ايه بقى؟ انا قلت لك على الزلابيه وعلى الشاورما ما جاوبتنيش. هجاوبك دلوقتي على الشاورما والزلابيه تنزل لك على الشاشه. استنيت الاعاده. حقك عليا انا اسف. حقك عليا انا اسف. لا ولا يهمك. هجاوبك دلوقتي على الشاورما هنقولها مع اصل انا كنت عامل حلقه كبيره للشاورما. ما انا قلت لك ما كنتش هنا. حاضر طيب يلا اكتبي معايا هاتي ورقه واكتبي معايا. الشاورما والزلابيه هنزل لك على الشاشه على عيني الاثنين. ست ام كرم انا اسف. عندي الشاورما يا جماعه ان كانت فراخ او لحمه احنا عملنا بكذا وخلينا في ايه الطبيعي بتاعنا بنعملها باللحمه. هجيب شرايح اللحمه وهتبلها. التتبيله بتاعتي بقى يا ام كرم ليمون زيت زيتون خل قرفه زعتر ميه بصل ميه طماطم ملح فلفل بهارات زي ما انت عايزها. يبقى نقول تاني ميه بصل ميه طماطم خل زيت زيتون قرفه ناعمه ملح وفلفل كل دوت كل ده بحط فيه اللحمه بتاعتي. بعد ما احط فيه اللحمه بتاعتي لمده ساعتين ثلاثه. بعد كده بكون مقطعها شرايح ويكون عندي طاسه على النار سخنه جدا وبنزل على طول بالطاسه واقلب بسرعه ما تخليهاش تجيب ميتها. ما تخليهاش تجيب ميتها. بعد كده حضرتك كده زي ما انتم شايفين اهو، اديها شقشاق ميه بسيط. يبقى حضرتك حطينا كل حاجه. حطيت اللحمه على النار في حبه زيت سخنين جدا، ويفضل يكون زيت زيتون. بعد كده حضرتك بتجيبي بصل جوليان، طماطم، يعني شرايح بصل، شرايح طماطم، شرايح فلفل الوان، بتحطيه عليها على طول وبتقلبي بسرعه. انت طبعا سويتيها الاول في الطاسه، بعد كده بتنزلي بكل الخليط اللي هو بيبقى كريسبي معايا، يعني كريسبي يبقى مقرمش، اللي هو البصل والفلفل والطماطم، بقلبهم بسرعه. بعد كده بعملها بقت شاورما عندي، اعملها سندوتش، اعملها طبق زي ما انت عايزه. وانا اسف اتاخرت على حضرتك. بشكر حضرتك على اتصالك يا ست الكل. كده هنا يا نهى، مساء الخير. مها مساء الخير. مساء الخير يا شيف شربيني، ازي حضرتك؟ ازيك يا مها، عامله ايه؟ ازي صحتك، عامل ايه؟ في نعمه يا ست الكل. وحشني كتير. يا اهلا بسعادتك. الله يخليك. تأمريني حضرتك. اسال حضرتك بس سؤال كده، انا 4 اسئله. هذا بس طريقه البطاطس اللي محشيه لحمه مفرومه في الفرن دي انا هعملها لكم الاسبوع الجاي دي اكيد، بس هقول لك عليها هنعملها ازاي. طب وقول لي اعمل جنبيها ايه؟ هي البطاطس دي في الفرن دي عايزه جنبيها صينيه مكرونه بشاميل. او ويفضل مكرونه بشاميل جنبيها. هتبقى معاكي 100 100. طيب استسمع حضرتك في دقيقتين كده. بنوتي اسمها مهنور، نفسها تكلمك. اديها لي يا حبيبتي. الو. ايه يا ست العرايس؟ ايوه يا شيف. صباح الفل يا جميل، ازيك؟ كويس. عامله ايه؟ كويس. ماما بتعمل لك الاكل اللي انت بتحبيه؟ انت ازيك؟ انا والله الحمد لله في نعمه يا اختي. انت عامله ايه؟ بحب اكلك كله. وانا بموت فيكي يا روح قلبي. اتفضلي سؤال حضرتك. انا كان نفسي اقول لك شعر. قولي. انا بحبك وانت بتخلي سيدي في سفره حلوه عشان انت بتطبخ فيها. يا حبيب قلبي، يا حبيب قلبي، اجمل شعر اتقال لي من ساعه ما اشتغلت على هذا القناه. اجمل شعر من احلى اموره زي العسل. مقبول منك الشعر ده، جميل جميل. وانت ست وانت عروسه جميله زي القمر يا حبيبه قلبي. هقول لماما ربنا يخليك يا شيف. نعم. يا رب يخليك يا شيف. ربنا يخليك يا حبيبه قلبي. هقول بقى لماما على قولي. باي. قولي يا حبيبتي انت عايزه ايه؟ باي باي يا حبيبه قلبي، باي باي يا روحي. يا بسام مساء الخير. مساء نور، مساء نور يا شيف شربيني، اخبارك ايه؟ ازيك يا عم بسام؟ الحمد لله تمام بخير، اخبارك ايه؟ امورني يا حبيب قلبي، صباح الهنا. الحمد لله. احنا اول بس حاجه، احنا بنحب اكلك جدا يعني. يا اهلا بسعادتك. دايما بنتابع اكلك، ربنا يخليك يعني. بصراحه الاكل بتاعك يعني حاجه ما تتوصفش والله. يا اهلا بسعادتك يا عم بسام يا ملك. اهلا بيك. انا بس كنت عايز اسالك عن حاجه في الاكله اللي هي تصبيعه الكفته، بحيث الكفته ما مقطوعه، الكفته المشويه، الكفته كتير على عيني. حاجه ثانيه يا حبيبي؟ في حاجه بس ملحوظه بالنسبه للبرنامج على قد الايد. اتفضل يا فندم. هو بس الحقيقه احنا زي ما انت عارف احنا لازم نفس القنوات الثانيه، وقناه مصريه لازم تكون احسن قناه، يعني لازم القناه المصريه دي تكون احسن من قناه ثانيه. اتفضل يا فندم. والحقيقه بس انت عارف، بس هو المشكله في يعني الاكل، بس يعني الطريقه بس تكون يعني يبقى في مثلا اهتمام بالنظافه شويه، يعني مثلا ايه، من يعني بلاحظ مثلا ان احنا ساعات بنخرط الاكل في نفس المكان اللي بنعمل عليه الحاجه كده يعني. احنا دلوقتي اتفقنا على حاجه واللي لازم نمشي عليها. احنا اتفقنا ان بنقول على ايه؟ على قد الايد. على قد الايد، يبقى هو معلش انا هقول لحضرتك، انا هنا بص حاجات بسيطه يعني. طب هقول لحضرتك حاجه. اتفضل. انا هنا بص كده. مع حضرتك، مع حضرتك، اتفضل. عندي 1 2 3 4 5. لا حضرتك يعني احنا عارفين عشان مش على قد الايد. حضرتك ما نقدرش يعني، انت بالعكس انا بقول لك فانا لما اكون شغال في مطبخ على قد الايد، يعني هو الواليه بتشتغل على قد امكانياتها، لكن على عيني ملحوظه بتاعتك دي اكيد. احنا بنحب القناه يعني، بنحب مش معنى ان انا مش معنى كده ان انا بدافع، لا، لكن كلامك ده اوردر، امر، اصل النظافه احنا بنحب حضرتك دايما. النظافه شيء اساسي عندنا. احسن حاجه النظافه. الله يخليك يعني. النظافه شيء اساسي عندنا. بس هقول لحضرتك حاجه، يعني وانا شغال كده فجاه الكاميرا راحت بعدت عني، مش هوري الناس ان عندي من اللون ده 5 وحدات، لان احنا بنقول على قد دي على قد دي دبه واحده بس. فانا بروح اعمل دي كده وجايب دي غيرها من غير ما حد يشوفني. لكن انت كلامك صح مليون في الميه، النظافه اهم شيء عندنا. وما تنساناش بقى في الكفته يعني. عينيا الكفته هتجاوب. اتكلم على الكفته دلوقتي. على عيني على عيني. بشكر حضرتك على متابعتك لينا والملحوظه بتاعتك على عيني وراسي. مش معنى كده ان انا طنشت، لا، انه احلامكم اوامر، وطالما انتم بتتابعونا لازم نعمل الصح ولا يجوز غير الصح. ليه؟ انتوا بتشوفونا احنا ما نشوفكوش، يعني انتوا بتشوفونا احنا ما نشوفكوش، فانتوا بتشوفوا كل حاجه صح لازم احنا نعملها. فانا زي ما بقول لحضرتك احنا اتفقنا مع بعض ان ده اسمه على قد الايد، وممكن يكون عندها بلانشتين 3 بشكل واحد، وفي الفواصل بتغير البلانشه او بتغير الخشبه اللي بتشتغل عليها، فبرضه حضرتك ما بتشوفهاش. فدي حاجات بتبقى دايما بين الكواليس او بين الفواصل. لكن انا اسف جدا، ادي الزلابيه قدام حضرتك اهيت، وهقول لك على البطاطس، وهتكلم دلوقتي على الكفته عشان ما تقعش على السيخ. طيب ادي شويه جبنه موزاريلا، ده سفود جرطان اهو، تمام؟ سهل قوي يا ست دينا. مساء الخير. مساء النور يا شيخ. ازيك يا دينا؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ انت عامله ايه يا قمر؟ يا خساره يا دينا. حاولي يا ريت تكلمينا تاني يا بنتي. ده يخش الفرن كده. ايناس مساء الخير. مساء الخير يا حضرتك. ايه؟ ست ايناس ازاي حضرتك؟ الحمد لله. اتفضلي يا فندم تأمري سعادتك. ايديك و بس بتصل عشان اقطع على التليفون. بيقطع عند حضرتك ولا عندي؟ نعم ست ايناس. نعم انا سامعك كده يا فندم. بقول لحضرتك انا بتصل بس لان انا عايزه اشكر نجلاء. اتفضلي. في برنامج على قد الايد. الله يبارك في سعادتك. الله يخليك. انا بقالي سنين بتابعك يا شيف. يا اهلا بيكي. الله يخليك، وخاصه في الحلويات والمعجنات. انا متجوزه بقالي 13 سنه. اول مره السنه دي بعرف اعمل كحك، وبعرف اعمل بيتي فور، وبعرف اعمل غريبه، وبعرف اعمل معجنات. ده مين يا اختي اللي قالك على الحاجات دي؟ ارجع لنجلاء. ده مين؟ انا نجلاء دي على راسي. يعني هي نجلاء اللي وريتك الكحك والبسكويت والبيتي فور؟ اه والله. اول مره جوزي وولادي ياكلوا كحك مش جاهز، وياكلوا بيتي فور مش جاهز، وياكلوا غريبه. غريبه مش جاهز. جاهز ازاي واحنا موجودين؟ امال احنا جايين نعمل ايه؟ في كل قعده. لا معلش، انا اصل انا برد على الاستاذ اللي بيتكلم على هو الراجل ما قالش حاجه، هو بيتكلم على الكليننج او على الهايجين او على النظافه. ست نظيفه وزي الفل وكفايه امانتها، وان انا اول مره مرميش دقيق بيض زبده وسمنه بلدي بالبصل. دي هي اول مره حماتي تقول لي وقرايبي وامي واخواتي ايه الحلاوه دي. انت ست حلوه زي العسل. الله يخليك. انا بس انا بقول كلمه حق. هو الراجل يا ست الكل ما غلطش، هو بيدي وجهه نظره، وطبعا احنا هنا موجودين عشان اي حد يقول حاجه احنا خدامين ولازم نسمعه. فصدقيني مفيش حاجه، عادي جدا، والنقد يعني مش ما يضايقش للدرجه دي يعني. وست نجلاء دي اختنا عزيزه علينا وست محترمه، وانا ما اقدرش اقول لواحد انت بتقول ليه كده او اناقده، لا لا، احنا كلنا مع بعض وعادي جدا. ست عزه السلام عليكم. الو ست عزه. الو السلام عليكم يا ست عزه. السلام. ازيك يا حاج؟ اعرف العكاوي بتتعمل ازاي ولقمه القاضي. لقمه القاضي كانت على الشاشه دلوقتي، هجيبها لك تاني. والعكاوي هقول لحضرتك عليها. حاجه تانية يا فندم؟ بشكر حضرتك يا ست الكل. كده هاخد فاصل وارجع لكم تاني، هجاوب على الكفته، البطاطس المحشيه، لقمه القاضي هجيبها على الشاشه بعد الهوا واتكلم على الاوكستيل، العكاوي، ديل العجل، ده اللي هنقوله بعد الفاصل. فاصل وارجع لكم تاني. اوعى تغير المحطه وهتروح في اي حته. رجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل، وحطينا طبعا البايركس بتاعنا في الفرن اللي هو عجينه او الميكس سفوت جراتان قدام حضراتكم اهو، ولسه عايز يشتغل براحته خالص. دي مجموعه الاسماك اللي احنا عملناها بالكريمه وقلنا عليها دي جراتان، وهي موجوده خليها تاخد الجراتان بتاعها. بهدي النار عليها عشان تستوي كويس معايا. بعد كده هجاوب على كفته الحياتي ازاي ما تقعش مني على السيخ، وهنجاوب على البطاطس المحشيه ان احنا هنعملها الاسبوع الجاي ده. لكن هقول لكم دلوقتي ازاي. والزلابيه هنجيبها على الشاشه تاني لست الكل. بجيب اللحمه بتاعتي بتكون ملبسه، بفرمها، بجيب بصلايه ببشرها، بعصرها كويس قوي، اخد طفل البصل احطه مع الكفته مع التوابل اللي انا عايزها. بعد كده بفرمها وشين، احطها في التلاجة تريح، اشكها مش هتعملني على النار. الملح بيكون زايد سنه عشان يربط معايا. يبقى في حاجتين بتخلي الكفته تمسك معايا: عدم ميه البصل في اللحمه، زائد الملح السنه زياده هتبقى معاك كويسه. بجيب البطاطس الكبيره، بجيب المقاس واحد، بقشرها، بقورها، بخلي القلب بتاعها اللي انا بطلعه احطه في الحله من تحت. بجيب اللحمه المعصجه، يا ريت اطجن او اشمط البطاطس، اشوحها في حته زبده او زيت عشان من بره تعمل لها شخصيه، يبقى ملمسها جامد، ما تتكسرش مني بعد ما تستوي. يبقى قورت البطاطس وشوحتها في حته زبده او زيت عشان يبقى ملمسها من بره جامد، بعمل له شخصيه. بعد كده بعصج اللحمه وبحشيها. ممكن احطها في نفس الحله اللي انا حطيت فيها الارضيه بتاعت البطاطس اللي انا جبتها من الداخل. بحط معاها عصير طماطم وكعب مرق، ملح وفلفل، وبعد كده بغطيها واحط شويه ميه او شويه صلصه واخليها تستوي. لو انا عايز اطلعها بعد كده وادهنها بميه طماطم وادخلها الفرن وتاخد لون ذهبي ممكن. لو عايز اسويها في الفرن على طول برضه واديها شويه زيت وشويه ميه طماطم وتحتيها برضو الارضيه بتاعتها دي وادخلها الفرن، هتستوي، هتطلع معاكي بطاطس محشيه. وادي الزلابيه قدام حضرتك اهيت. وبشكرك وبشكركم على اتصالكم. كده عندي هنتكلم على الكيكه بالجبنه المالحه. هنشوف مع بعض ازاي نعمل. ست وفاء، سلام عليكم. يا ست وفاء سلام عليكم. حضرتك ازيك يا فندم؟ انا معجبه جدا بحضرتك من زمان مش من النهارده. الله يخليك يا فندم، ده شرف ليا. وعارفه ان الناس كلها بتشكر في حضرتك، فيعني انا موافقه تماما يعني. الله يخليك يا فندم. شيف شربيني، من فضلك حضرتك يعني يا ريت توقف يعني سيل الناس اللي بيقعدوا يتكلموا على مدام نجلاء. ليه بقى؟ ليه؟ هم ما بيشوفوش يعني برامج اجنبيه. ده في واحد انجليزي معروف جدا بيقعد على الرصيف في الجنينه، بيحط البلاتو على رجله ويقعد يقطع الجرجير وبعدين يمص في صوابعه. يعني عيب قوي ان كل حد يطلع يقول نظافه. ومش ست لطيفه جدا جدا جدا، بتعبر عن سواد كبير جدا من الشعب المصري، هايله، بتعمل طبخات يعني بتعلم البنات الصغيرين ازاي يطبخوا. فمش كل حد يطلع يتكلم كده. ست هايله الحقيقه، ما يصحش يعني. وحياه النعمه دي، وحياه النعمه ده دقيق بحث يعني نعمه. ايوه، وحق لا اله الا الله محمد رسول الله. انا شغال في فنادق 5 نجوم، وكان بجواري واحد اجنبي شيف من 30 سنه بيمشوا في صوابعهم. يا شيخ استني، هقول لحضرتك استني. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم واقفين بنشتغل وجامي مني فاتوره الزيت زي كده، الزيت اهو. احنا عشان نعمل تشيك على الزيت نشوف استوى او سخن او مش سخن، بنبل ايدينا ونعمل كده. عارفه عمل ايه؟ عمل كده. ايوه، اقسم بالله العظيم يعني بإيدي. اقسم بالله العظيم عمل كده يعني ببقه في الزيت، يعني عيب قوي قوي. انا بقول ده اجنبي، دي اصل عايزه انا يمكن كنت في الوقت ده مساعد ليه. دي امانه، انا في الوقت ده كنت مساعد ليه، زقيته ورحت مديهم له بمرض الله. زقيته عيب قوي، عيب قوي. واديتهم له بمرض الله. ايوه. فلا حضرتك احنا عندنا الامانه في شغلنا، بس انا عايزه اقول مش هقدر اقول لحد ما يتكلمش. انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، انا اعلاميه قاعده مراقبه كل القنوات، بشوف اكتر من قنوات طبخ، واخد بال حضرتك، فانا شايفاها ست الحقيقه هايله 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 وعيبه. وبعدين انت عندك ناس كلاس وعندك ناس هايلين ومطابخ هايله، ما يسيبوا الست في حالها، اللي مش عاجبه ما يتفرجش. انا شخصيا بتفرج عليها ومعجبه جدا بيها وغيرها. يعني بص حضرتك انا على راس القائمه يا شيف شربيني. لا انا اقل واحد فيهم. لا ما تقولش على راسك كده، انت معلم يعني. انا مش هتكلم عليك لان اكتر من الناس بيقولوا فيك شعر يعني. الله يبارك في سعادتك يا فندم. وعايزه اقول لحضرتك حاجه بقى ملحوظه ليا انا شخصيا. اتفضلي يا فندم. هل ممكن يعني التقليل شويه من استعمال البصل في الاكل؟ بصل 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 بصل، يعني انا بشوف برامج طبخ كتير جدا، وفي لبنان وهنا وهنا بيستخدموه في اقل ما يمكن. هتصدقيني لو قلت لك حاجه؟ اصدقك طبعا. وجربيها. كل ما تكتري البصل في اكلك كل يطلع مسكر وحلو. انا الوحيد اللي على مستوى الشيفات في مصر كلها اللي بكتر البصل في الاكل. جربيها، بس سوي البصل بتاعك ما يبقاش نايم. خلي البصل بتاعك يبقى كرامبل ذهبي. دوقيه والله 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 هتلاقي الفرق شاسع. وعلى فكره بصل صحي جدا. امتى يتعبك؟ لو هو مش مستوي. تبلي البصله بتاعتك، موتيها، هاتي نص كيلو بصل حطيه على النار لغايه ما يبقوا 100 جرام وانت بتقلبي فيه وشوفي الطعم. فرق شاسع. وبقول انا الوحيد اللي بحط بصل كتير في الاكل، عشان كده ربنا ساترها معايا وكرمني، لان انا لما بدوق اكل بحس انه كويس. وانا ما بحبش الشيف اللي ما يحطش اكل بصل كتير في الاكل، لكن هو يعمل اللي هو عايز. كل شيف له طريقه، لكن جربيها كده وقولي لي تاني. بصلك لو ني هيبقى مش كويس. بشكر حضرتك على اتصالك. خلينا بقى في موضوعنا بقى عشان نشتغل بدل ما نضيع الحلقه في العتاب. نشوف مقاديرنا دلوقتي ونطلع الفرن اهو. ادي السي فود، مأكولات بحريه، جراتان. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. طيب هنا اخلي النار بتاعتي عاليه اهو. نرجع بقى للكيكه بتاعتنا الحادقه. عند الكيكه الحادقه عندي 2 كوب دقيق، 4 بيضات، معلقتين زبادي، معلقتين بيكنج باودر، عندي شوية خل، زيت، عندي زيتون اسود، زعتر، جبنة مالحة، وعندي ملح وفلفل. نقول تاني مع حضراتكم، ملح وفلفل وجبنة حادقة وزعتر، زيتون اسود، زيت، عندي خل، بيكنج باودر، زبادي، بيض ودقيق. تعال نشوف هنعملها ازاي مع بعض بعد ما زفرنا الفورمه بتاعتي. ادي الدقيق بتاعي اهو في العجانه كده. خلوا بالكم بقى معايا كده عشان ايه نفوق مع بعض. يا ست ميرفت. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا ست ميرفت؟ يا حضرتك في نعمه والله يا ست ميرفت. بركة انت بخير يا رب. والله انا في نعمه طول ما انتم بخير. الله يخليك الله يخليك. اتفضلي يا فندم. سؤال حضرتك ايه؟ سؤال حضرتي بسلم على حضرتك الاول. يا صباح الهنا وكل حاجه حلوه، طمني على صحتك. نبيين الحمد لله على السلامه. وانت الحمد لله على سلامتك، اهم حاجه صحتك عامله ايه؟ انا كويسه وبخير والله. دايما دايما بخير والله، والحمد لله على السلامه، واجازه سعيده ورحله سعيده يا رب انت ووالدتك. بحقد عليها. معلش. يلا بقى. مالناش دعوه بحد. يلا ربنا يسهل لعباده. ربنا يا رب يخليك يا رب، ربنا يسعدها ويسعد وقتها يا رب. يا رب يسعد الجميع يا رب. اللهم امين. وعلى فكره انا فرحان ان هي فرحانه ومبسوطه. اكيد، لا بتغير مودها وبتغير جزائها. يلا زي بعض، وهي تغير مودنا واحنا نقعد مش عارف ايه مدري كيكه. معلش يا شيف برضه خد لك اجازه يومين وتعالى شرفنا. الله يبارك في حضرتك. بقول لحضرتك طب خد بقى عندك الناس اللي حبايبك اللي احسن زعلانين مني ان انا ما بلغتش حضرتك السلام. اتفضلي. عندك الحاجه ماجده عمرها ست كبيره، عمرها 65 سنه وبتقول ربنا يا رب يخليها، عندها 120 سنه وبتتصل بينا. ربنا يخليها يا رب ويديها الصحه. وبنتها داليا بتسلم عليك. في رشا من المحله. اهلا وسهلا. زياد جبر، وعندك ام مؤمن ومروان من اسكندريه. اللهم صل على النبي. ام مؤمن وميار وميران. اللهم صل على النبي. عندك علي سعيد علي صلاة النبي. عندك يا سيدي كمان الاخ سعيد، وعندك محمود علي من المنوفيه، وعندك الاخت هند صالح من اسكندريه، وعندك الاء من نجا حمادي. اللهم صل على النبي. عندك ريري قدري، عندك الاء قدري وريري قدري وريام وريهام وريمون واسماء متولي واسراء متولي ومحمد متولي وعيله الحاج متولي كلها. صلاه على النبي، صلاه على النبي، صلاه على النبي. وكلهم بيسلموا عليك، بيقول لك تسلم الايادي ومش عارفين نوفي جمايلك قد ايه. ده انا تحت امركم كلكم، وبقول لك الحمد لله بالسلامه. الله يخليك. وبقول ندين نورت بيتها ومكانها. والهند كمان حبيبه قلبي وروحي وحبيبتي الاثنين، وانا مستنيه تليفونك يا ندين انت وانت. يا ست شرفونا يا رب يخليهم لينا وما يحرمناش منهم دايما، ومشرفينا كده قدام الناس كلها. وانا بشكر حضرتك على اتصالك الجميل الرقيق اللي زي الفل كده. هنا ادي زبادي اهي. طيب انا بعد ما ضربنا كل الكلام ده يا جماعه اهو، خلاص افصل كده. قمر مساء الخير. الو مساء الخير يا قمر. ست قمر. طيب قمر. امل مش قمر. امل معلش انا اسف سامحيني. ولا يهمك. ها ازي حضرتك يا دكتور؟ مش هقول لك بقى يا مالك والكلام ده كله، لا انا هقول لك يا دكتور. ده انت ست الكل يا ست الكل. الله يكرمك الله يكرمك. اتفضلي. انا عايزه اقول لحضرتك حاجه. اتفضلي يا فندم. ايه للاستاذ اللي اتكلم برضه على مدام نجلاء، بص انا بعيط عشانها ماشي، مش هقول له غير كلمه واحده بس. اتفضلي. ما لقوش حاجه في عيب في الورد، قالوا يا احمر الخدين يا ست الكل. هو برضه خلي بالك يعني احنا برضه مش عايزين نعلق، احنا هنا كل راي لينا يعني، كل واحد بده برايه، احنا خدامينه ومش عايزين يعني، احنا بنقول والله الراجل قال كلمه فيا ما فيش مشكله يعني، احنا ايه يعني عايزين نقول برضه. بص يا دكتور هقول لحضرتك حاجه. اتفضلي يا فندم. انت حضرتك بتقول احنا خدامين، خادم القوم سيدهم. الله يبارك في سعادتك يا فندم. بس مش هقول لك اكتر من كده. ربنا يخليكم يا ست الكل. احنا والله العظيم وعفيفك، احنا بص حضرتك من غيركم مش هنسوى شيء. احنا دلوقتي لو بنشتغل مع نفسينا مش هنعمل حاجه، لكن طول ما احنا شغالين معاكم بنعمل الجديد وبنعمل الحلو وبنعمل وعندنا كده شراسه في الاكل وفي الشغل عشان نعمل حاجه ترضي حضراتكم. فمش معنى كده بقى ان انا يعني حضرتك بتجامليني وبتكلميني اعطرنش بقى لا، احنا حضرتك كلامكم ده بيبقى بالنسبه لنا يعني مش عارف اوصفها لك ازاي، شرف لينا ولزمايلنا، وبتشرفونا على الاقل بقى مع زمايلي اللي موجودين في الاستوديو دول. بشكر حضرتك يا فندم على اتصالك كده. هنا حطيت الزيتون معاها اهو اهو كده. ادي الكيكه اهي. كده عندي جبنه برمزان، عندي جبنه موزاريلا، اديها اي نوع من انواع الجبن لو انا عايز ازود اهي. هي الكيكه حادقه ويعني مش هننتظر ان هي ترفع جامد قوي عندي اهي. بوسي مساء الخير. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ست بوسي ازيك؟ ازيك يا شيف شربيني؟ في نعمه والله يا ست بوسي. والله انت وحشنا كتير. يا اهلا بسعادتك. بس حضرتك بقى انت امبراطور المطبخ. انا اكبر واحد غلبان في المطبخ. والله انت ما غلبان ولا حاجه، انت امبراطور المطبخ. الله يسترها معاك يا ست الكل، ربنا يكبر بخاطرك يا فندم. شيف شربيني، بس انا عايزه اطلب من حضرتك طلب او من اداره القناه. انا عينيا لسعادتك. عايزين بس برامج تبقى للاتيكيت، يعني يعلموا الناس تاكل كويس. انا اتكلمت في الموضوع ده صدقيني الاسبوع اللي فات دوت مع دينا عبد العال، وقالت لي كل ده فعلا هنعمله. يعني انت اوعي تفكري ان انتوا عايزين حاجه احنا مش بنفكر فيها. ربنا يخليك. والله اتكلمنا على ازاي نعمل السفره، ازاي نعمل النابكن اللي هو المنديل بتاع السفره نحطه ازاي، ازاي نحط الطبق والشوكه والسكينه. كل ده اتكلمت فيه احنا والاداره، كل ده هيتعمل لان احنا اللي يهمنا راحه ست البيت، وازاي نبقى عندنا درايه بالشوكه والسكينه. مش بس الاجانب اللي يعرفوا ياكلوا بيها، احنا كمان بنعرف ناكل بالشوكه والسكينه، واحنا كمان بنعرف نستخدم كل حاجه. وهنعمل ازاي الفلاورز، هنعمل ازاي الفينجر بول، كل الحاجات دي كلها هنعملها لان مفيش حد احسن مننا ومفيش حد احسن من حد، ومصر ام الدنيا وتبقى قد الدنيا. بشكرك على اتصال حضرتك. كده عندي هنا شويه جبنه برمزان، طبعا انا دهنت الاول الصينيه بتاعتي كده، دهنتها بشويه دقيق وشويه. ههدي النار بتاعتي، خليها على 200 درجه مئويه، واحطها في الفرن اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. وهتشتغل مع بعضيها. ودي الكيكه الحادقه، حطينا لها شويه زعتر وظبطناها. وارجع اقول ايه اللي انا ما جاوبتش عليه، يا ريت الاعداد يقول لي. طيب نشوف الطبق اللي بعده. الفرن طول ما هو شغال وفي مروحه داخليه. السؤال اللي جالي دلوقتي ان في واحده بتقول لي انا عايز اعمل صينيه عجه واعمل صينيه بسبوسه، هينفع الاثنين احطهم في فرن واحد؟ طالما مفيش سمك فيه، لان ده بيض ما يعملش حاجه، حط الاثنين في الفرن. طالما في مروحه الفرن هيوزع الحراره على كل حاجه، لكن مش هيأثر بشيء. اعمل اللي انت عايزاه مفيش مشكله. طيب عملنا الكيكه المالحه، نشوف بعد كده هنعمل ايه مع حضراتكم. عندي مكرونه بكورات اللحمه، دي مهم جدا للاطفال، لان احنا الاسبوع اللي جاي اتفقنا نتكلم على الاطفال ونعمل لهم سندوتشات المدارس. وحتى يوم الخميس بتاع ستي هنعمل سندوتشات بتاعت زمان، الحلاوه مش عارف بالبيض والمفتقه والبلح اللي مش عارف كانوا بيعملوه، كانوا بيعملوا حاجات بزبده وبسمنه بلدي كتير. هنعمل الحاجات دي ان شاء الله، وهنعمل سندوتشات للمدارس، ونشوف العلب اللي ممكن ناخدها معايا الطفل وهو رايح المدرسه، ومش لازم احرمه. انا ممكن الوجبه بتاعتنا اللي هنعملها النهارده هنعمل ميني برجر، ليه هو ولينا احنا، نطبخ وجبه واحده بس، حتى لو عملناها من بالليل وبكره والصبح عملنا للطفل هياخد منه، والباقي على البيت عندنا. هنعمل ميني بيتزا برضه ليه ولينا. كل ده هنعمله الاسبوع اللي جاي عشان المدارس. كل سنه وانتم طيبين. يا اسماء مساء الخير. يا ست اسماء مساء الخير. مساء النور، ازيك يا ملك؟ ازيك يا ست اسماء؟ ايوه ازيك، عامل ايه؟ في نعمه والله يا ست الكل. ربنا يخليك لينا وتسلم ايدك على كل حاجه حلوه انت بتعملها. تحت امر سعادتك يا ست الكل. الله يخليك يا رب. اتفضلي يا فندم. انا كان ليا عندك طلب بس صغير. عينيا يا ست الكل. تسلم عينك، الله يخليك يا رب. اتفضلي. انا كنت عايزه اعرفك بالكوكتيل اللي عندي اللذيذ الجميل اولادي. اتفضلي. عندي مديره المشتروات، عندي اميره ومساعدين كيس ايده ويوسف. طيب مديرة المشتريات اهم شيء بتعمل الكوست برايس كويس يعني؟ والله موفرة. انا عندي الاولاد هم اللي غاويين المطبخ. طب وانتي؟ لا وانت بتعملي ايه؟ انا بعمل كل حاجه بس هم الاولاد عندي اللي بيساعدوني. يعني الفريق عندك بيساعدك في المشتروات. طب مين بقى ماسك البرودكشن؟ التجهيزات. انا بص انا عندي بنتي بتحب المشتروات جدا. حلو. تمام. وانا بموت حاجه مطبخ واولاد دايما معايا. حلو. حلو جميل جدا. حلو لما يكون العيله كده بتبقى مشتركه. اللي لك اغنيه فنونه جميله عاوزين يقولوها لك. يا ريت اسمعها. الله يخليك. يلا يا اولاد. يلا. شيف شربيني يا حبيبنا اللي محببنا في مطبخنا احرق حركاتك بتحبي كل اكلات تيجي البطه وتقول لك طعم يا معلم حمام يا معلم تيجي السمكه وتقول لك كريم يا معلم براده يا معلم شيف شربيني يعني اي شيف شربيني طويل العمر طول العمر ان شاء الله على منك هاي انا اميره انا اميدو انا يوسف من حبك يا شيف. الو ازيك؟ ايه الجمال دوت؟ ايه الحلاوه دي؟ لسه هشوف القناه هنا. ايه الجمال ده؟ يا رب ما يتحرم، يا رب ما يتحرمش من الجمال والحلاوه دي كلها. انا مش عارف اقول ايه في الحلاوه اللي انا بسمعها والجمال ده. يا رب يخليهم لك يا رب وتفرحي بيهم. يا رب يعني انا مش عارف اقول لحضرتك ايه. ربنا يا رب يفرحك بيهم يا رب. كده بعد الكلام الشعر الجميل والغنى الحلو دوت استاذنكم واخد فاصل وارجع لحضراتكم تاني. اوعوا تروحوا المحطه. رجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل وخلي بالكم احنا لسه ما جاوبناش على العكاوي. لسه ما جاوبناش على العكاوي، انا عايز اشوف الفطيره بتاعتي وصلت لفين؟ شغاله؟ عشان لسه بعد كده هنطلعها فوق. وانا عندي هنا 200 درجه مئويه نديها كمان 20 يبقى 220 درجه مئويه. هنتكلم على المكرونه لاطفالنا وكبرنا، يعني انا بعملها للبيت يعني بس الاطفال هيحبوها عشان ببقى بكورات اللحمه. مكرونه مع كورات اللحمه، عندي مكرونه وطماطم ولحمه مفرومه، عندي توم وبصل وعندي زبده او زيت ملح وفلفل وشويه دقيق. يبقى عندي دقيق ملح وفلفل زبده توم بصل، عندي لحمه مفرومه، عندي طماطم ومكرونه هسلقها. اي نوع من انواع المكرونه على بالك تعمليها انت حره، اعملي زي ما انت عايزه. حاطط انا كده الميه بتغلي خليها تغلي براحتها، نبدا نعمل الصلصه بتاعتنا ونعمل اللحمه بتاعتنا وده احنا شغالين مع بعض هنشوف هنوصل لايه. طيب هنا ادي بصلايه ابدا ابشرها واخد الحبه دول اللي انتوا شايفينهم دول مع اللحمه كده، وبعدين اديها شويه حاجات حلوه كده. مريم الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا مريم؟ الحمد لله. واموري؟ طريقة البيتزا. ها؟ طريقة البيتزا. البيتزا؟ حاجة تانية يا مريم؟ لا. صباح الفل يا جميل. حاضر يا قلبي. هنتكلم دلوقتي على العكاوي. ازاي نعمل الاوكستيل؟ ما هو لازم اصل انا بشتغل من الشمال اليمين. يبقى جالنا سؤال من ست الحاجه على العكاوي. العكاوي نعملها ازاي؟ هقول لحضراتكم دلوقتي نعملها ازاي. بما ان ست الكل كانت مكلماني على البصل دلوقتي وبتقول لي غير محبوب في الاكل وكنا صلحنا المعلومات مع بعض وهنجرب سوا برضو مع بعض. هجيب بصل كتير، لو انا عندي كيلو عكاوي هجيب كيلو بصل. هو مش عندي لا يعني احنا عايزين نشوف مع بعض ازاي نعمل اكل بطعم جميل. يبقى اقطع البصل اي تقطيع زي ما انا عايزها، اي تقطيع زي ما انا عايزها، واحطها على النار تصفر مع مكعب مرق او معلقه سكر، مكعب مرق او معلقه سكر. اخلي البصلات تصفر، بنزل باللحمه بتاعتي اللي هي ديل العجل واقلب، ابشر عليها طماطميتين وافضل اقلب عشان اعمله يخني، اعمله يخني. بعد كده عايز اديله شويه بطاطس مكعبات، اديله بسله، اديله جزر، اي حاجه انا عايز احطها، محدش ليه حاجه عندي. بعد كده حضرتك تديله شقشقه ميه، تديله شويه كرفس، شويه كراث ابيض زي ما انت عايزه، قرن فلفل حراق. يبقى حطيت كل ده على البصل بعد ما اصفر، حطيت اللحمه، اديت لها ميه، اديت لها طماطم، بدات تستوي معايا، بحطها في طاجن وادخلها الفرن، هتبقى معاكي احلى طاجن عكاوي. البيتزا، عجينه البيتزا، واحنا اتفقنا مع الاعداد ينزل لي بعد كده مقادير البيتزا على الشاشه زي لقمه القاضي كده، والمكرونه بالبشاميل عشان عليها ضغط كتير قوي، يبقى هتبقى موجوده عندنا. طيب نجاوب دلوقتي عليها الاول على ما نجهزها كده. هنا عندي توم اهو، وعندي بصل، هنا حطينا شويه زعتر، شويه فلفل، شويه ملح، وبصلايه معاها اهي. دي كويرات اللحمه اللي احنا بنعملها مع بعض، هنشوف ازاي هنعملها كده اهي. خلاص خدي شويه بصل تاني اهو، عشان المخرج بيحب البصل، بالرغم ان هو حلواني، حلواني ورمش الحلوه قال لي، مش كده يا عم محمد الحلواني؟ طيب كده هنا اهو، زي ما كده شايفين ميه غليت عندي، ابص على الفرن بتاعي اهو شغال زي الفل. حطينا هنا ملح وزيت، ملح وزيت اهو، بسلق المكرونه بتاعتي. يا عم عبد الحكيم. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم يا عم عبده. ايوه يا شيخنا. ازيك يا جميل؟ الحمد لله يا غالي، انت اخبارك ايه؟ والله في نعمه يا عم عبده. امرني يا حبيب قلبي. الامر لله يا غالي، احنا بنحبك والله كتير. وربنا يخليك يا عم عبده، كريم طول عمرك. ربنا يصلح حالنا وحالك يا رب. امرني. تسلم ايديك يا غالي، الامر لله الله يخليك. سؤال حضرتك ايه يا حبيب قلبي؟ الحمد لله والله الجماعه كلهم بيسلموا عليكم وبقى تسلم ايديك. ربنا يخليك يا حبيب قلبي، ربنا يخليهم لك يا رب، دايما مشرفيني كده. بشكرك يا عم عبده على اتصالك. يا عم عبد الله، عبد الله حاول تكلمنا تاني يا عبد الله. ادي زبده اهي. طيب عبد الله عايز كباب الحله؟ حاضر. بشكرك يا عم عبد الله. كده هنشوف هنعمل الكيكه. شغاله يا جماعه، اطلع بيها فوق شويه اهي اهي، شغاله معايا. هنا شويه دقيق كده، ادي طاسه على النار، نبص على المكرونه بتاعتي اهي. يا سلام بقى لو نصلتها، لو نزلتها نص سوا، لو نزلتها نص سوا. طيب نشوف بقى هنعمل ايه دلوقتي. اهو كده نبدأ نكعور اللحمة اللي هي كورات اللحمة اهي. خليها صغيرة اهي. عيني على الفرن ولا ابو عمر معايا؟ ابو عمر معايا مش مشكلة. كده اقلب ما يمنعش اديها مكعب مرق. اهو كده ادي الكوارات شغالة. انا هنزل بالمكرونة كده، هي نص سوا اهي، نص سوا اهي، مش هطلعها من المية. ليه؟ عشان اشتغل صح، عشان اشتغل صح. خليكم معانا، بنعمل حاجات حلوة النهاردة هتعجب حضراتكم. شغل بقى ايه الطلاينة بتوع المكرونة الصح كده. ابو علي، الو. الو سامعك. مين معايا؟ حسن معاك. مين؟ مهندس حسن شوقي. عم حسن شوقي، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حبيبي. اهلا بيك يا عمي. سعيد جدا اولا بالاتصال. يا اهلا بسعادتك، انا اللي فرحان بصوتك. الو. سامعك يا عمي. الله يكرمك. دلوقتي الاكل بتعملوه ده بتودوه فين؟ انت رايك ايه في الموضوع ده؟ قول لي بس الاول. الاول لا، الله ينور عليك اولا. وعليك يا عمي. الله ينور عليك. تسلم يا عم حسن. الحاجة الثانية أنا بطلب إن أنا أجي أشوف الأكل ده على الطبيعة عشان آكل بعديها. يعني أنت عايز تيجي تاكل معانا؟ أمال يعني بتودوه فين؟ والله العظيم أنت عندك حق. صدق أنت راجل كريم. ما بقولش كده لما أكون راجل كريم. طيب إحنا بقى هنستناك، وهي عزومة طباخين بقى مش عزومة مراكبية. وتعالى اتغدى معانا. ده أنا عندي جيش هنا. بس انا طبعا لو جيت انا هخلي الاكل كله لوحدك، عشان بس انت تيجي. انا عن نفسي ما عنديش مشاكل، لازم تيجي. شوف المخرج، بص ادي اول واحد بيقول لي لا، رمون بيقول لي لا، وهشام بالذهب قاعد بيقول لي ايه يا مرحبا، لان هشام طبعا انت عارف المخرج بتاعنا الكبير، فهو يعني عارف عايز يعني ايه يكبس على الناس اللي هو معانا دول، المصورين بتوعنا والناس الموجوده ديت طبعا بيكبسوا على الاكل. فمحب يعني بالنسبه لهشام تبقى مصلحه، ومحمد الحلواني يقول لك ايه عشان نرتاح منهم. فانا لما يجي ضيف عندي زيك كده هقول لهم اختشوا، عيب عندنا ضيوف، اتلموا. انت بس تنوي وتعالى. بشكرك على اتصالك الجميل يا عم الحاج، شكرا ليك يا حبيبي. شايف الكلام الحلو اللي بيفتح النفس يخلي الواحد يضحك كده ويتبسط. هدى مساء الخير. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته يا ست هدى. منور. منوره يا ست الكل. لك يا رب ويعزك. الله يزيدك من نعيم الله يا ست هدى. أول مرة أشترك في برنامج زي كده، بس عشان خاطر غلاوتك يعني. الله يزيدك من نعيم الله. تعيش يا رب. اتفضل. عيالي بقوا بيزعلوا منك. نعم. عيالي بيزعلوا من حضرتك. ربنا يخليهم لك يا رب. أصل هم صبيان، وبعدين لما بتيجي البرنامج بتاع حضرتك عايزة أتفرج عليك وأحرمهم من التلفزيون. اللهم صل على النبي. زهقوا بقى. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. أعمل إيه؟ طب انت دلوقتي يعني انت زعلانه عشان بتتفرجوا عليا ولا ايه؟ لا ده انا دلوقتي مبسوطه ان انا عشان قاعده. طب وما انت راحوا الدروس وانا قاعده بقى اتفرج لوحدي كده. مبسوطه بقى في كده عشان ما ازعلهمش. ربنا يخليهم لك يا رب. الله يبارك لك يا رب ويعزك. ربنا يا رب يفرحك بيهم يا ست الكل. الله يكرمك ويعزك. تسمح لي بس بملاحظات بسيطه كده؟ اتفضلي يا فندم تحت امرك. غير نقد ومن غير ما ازعل حد يعني. اتفضلي. الله يكرمك. تعليق بسيط خالص بس على مهندس الصوت. لو سمحتي. اتفضلي. مستوى الصوت اللي حضرتك بتتكلم بيه واللي كل البرامج بتتكلم بيه غير التتر وغير الفاصل الاعلاني. يعني لدرجه لو طفل نايم وجه فاصل اعلاني يتزعج من مستوى الصوت. دي ملاحظه لو سمحت لي يعني. لا اتفضلي. الله يكرمك. ادي نقطه. النقطه الثانيه بالنسبه للكادر بتاع التصوير بتاع حضرتك اللي هي يا فندم الكادر التصوير ده في بعض حاجات الشريط اللي بيبقى ماشي تحت بيداري عليها، يعني انا في الشاشه مش واضحه عندي. فاهم حضرتك؟ ايوه يا فندم. ايوه انا اسفه يعني. لا يا فندم انا بسمعك، مش انتوا اللي بتشوفونا ولا احنا اللي بنشوفكم؟ ايوه ما انا قصدي على كده، ما انا حضرتك مش انتوا عينينا. طيب يعني ايوه الله يكرمك صح كده. انا عندي دلوقتي 3 مخرجين قاعدين سامعين كلامك. بس مش هيعجبك. طب اللي انت شايفاه دلوقتي ايه حضرتك؟ التتر اللي ماشي تحت اللي هو الشريط اللي ماشي ده اصل حضرتك اللي هو بيبقى عليه الارضي المحمول والحاجات ديت اللي هي بتاعت خطوط التواصل بين حضرتك. ايوه يا فندم. وفي بعض حاجات معلومات كده يعني بتبقى ماشيه دي بتداري جزء معين من الشاشه اثناء حضرتك ما بتشتغل. ايوه الطريقه دي الواحد ما بيلاحظش، ما بياخدش باله حضرتك عملت ايه بالظبط. ده اذا سمحت لي يعني. خدامك. لا تعيش الله يبارك لك ويعزك يا رب. لا تعيش. فيعني اذا سمحتوا لي بالملاحظتين دول ادرسوهم شويه. احنا هخلي بال حضرتك، انا عايز الفت نظرك لمعلومه بسيطه. اتفضل. احنا لسه نازلين جديد في السوق زي ما بيقولوا. لا 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 العفو. ولازم نتعلم وبناخد اراء حضراتكم لسه لغايه دلوقتي. يا شيخ لا ده تواضع جامد جدا. لا لا مش تواضع يا جماعه، انا بص انا عايزين نبقى صراحه مع بعض. لا 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 رايكم بالنسبه لنا يا جماعه مهم جدا. لا بس برضه كل انسان لازم ياخد حقه، لازم ياخد مقداره ومقامه. لا بس هي دي ملاحظات المشاهد ذات نفسه. بص حضرتك انا عايز افهمك حاجه، بس هي عايز اقولها للساده مشاهدين. الفصل لما بيجي من التنفيذ مش من عندنا. ماشي بس ده تبع مهندس الصوت. فاحنا دايما لا ولا الصوت حضرتك لا. امال مهندس الصوت بيعمل ايه؟ احنا عندنا في استوديو للتنفيذ. ماشي بس يظبط المهندس المستوى الصوت بتاعه. احنا ده كلامك ده اكيد وصل لهم دلوقتي. واحنا ما على فكره احنا عندنا هنا المراقبه شديده جدا على كلامي وعلى صوتي وعلى حركاتي وعلى اتصالي وعلى اتصالكم وعلى الاخراج وعلى الاعداد وعلى كل حاجه عندنا متراقبه، بحيث ان احنا بنخلص الحلقه بنقعد مع بعض بقول لك انت حصل كذا، صوتك عالي، كشرت في وش الناس، تديهم ظهرك وانت بتشتغل، المخرج بيقول لي مش يعني في حاجات كتيره جدا بنناقش بعضينا فيها. مش اولا احنا بنقعد 3 ساعات قبل الحلقه نتكلم مع بعض عشان نشوف هنعمل ايه ونسوي ايه، وبعد الحلقه بنقعد بالساعه والاثنين برضه عشان نناقش بعض ونشوف ايه اللي حصل وايه اللي ضار وايه اللي ممكن نتلاشاه وايه اللي ممكن نعمله وايه اللي ما نعملوش. اوعوا تفكروا ان هي الساعه الهوا او الساعتين الهوا دول هو شغلنا، لا احنا شغلنا كتير جدا. لازم بنقعد مع الاعداد مع الانتاج مع المخرج، لازم كلنا حتى مهندس الصوت حتى الاضاءه لازم بنعمل بروفه ساعه قبليها، ساعه بنعمل بروفه عشان نطلع على الهوا مع حضراتكم. فاحنا اوعوا تفكروا ان احنا بالنسبه لكم او بالنسبه شغلنا سهل زي ما الناس متوقعه، لا احنا لازم بناخد راي بعضينا، والكلام اللي انت بتقوليه ده بالنسبه لنا ببقى مصلحه عشان لو في حاجه زي كده نقدر نتلاشاها. كده اطلع الفطيره من الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي اللهم صل على النبي. ادي الفطيره الحادقه. لو هي مش ناجحه، اي فطيره بتعملها مش ناجحه هتلاقيها لازقه، لكن انا عايز اعرف اشوف دلوقتي برضو ناجحه ولا مش ناجحه. ما هو انا برضو خايف، انا بخاف ومن خاف سلم، عايز اكشف عليها. بعمل دي كده اهو، يا رب يستر وتطلع معايا. اشيل ولا استنى شويه يا مخرج؟ ما انا خايف. طيب اهي كده، بعمل كده يبقى طلعت. لو مكتومه شفتوا بقى هنا حبه الدقيق دول ده دي اللي انا حطيته في الاول اهو. بص عامل ازاي. لسه هنقطعها مع بعض وندوق منها برضو سوا مع بعض وكده، يعني عمليه مش هتعدي مننا ايه بسهوله. هنا حضراتكم حطينا هنا ادي خلصت الكفته بتاعتي، وادي الصلصه عندي خليها تغلي، بدعمها بحته زبده تاني اهو كده. اي حد عنده استفسار، عنده نقد، عنده رأي، لازم نسمعه، لازم لازم لازم. واحنا عندنا مش عيب قوي ان يكون في حاجه عندنا غلط، لان لو ما غلطتش مش هعمل الصح. بس بقى مش معنى كده ان نتمادى في الغلط. كباب الحديد، كباب الحله، زي ما انت عايز. طيب كده هنا ادي الكفته بتاعتي اهي اهي. ريحتها والله العظيم حلوه. دي لازم تقصر وتشتغل كويس اهي. خلي بالكم المكرونه بتاعتي. الله، شفت بقى سبتها في الميه كده ليه؟ عشان اطلعها كده دلوقتي اهي. مش عايز اغسلها اهي. ست سناء السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيف شربيني؟ ازيك يا ست سناء؟ انا والله مبسوطه جدا، بقول لك برضه مبروك على القناه، ويعني قناه هايله وفعلا احنا محتاجين لها. احنا تحت امركم، واحنا محتاجين لكم برضه بارائكم الحلوه وكلامكم الجميل. ميرسي على ذوقك. لا تحت امر سعادتك. انا طالبه اعرف طاجن الكاليماري بيتعمل ازاي. حاضر على عيني يا فندم، بشكرك. ميرسي جدا جدا. تحت امر سعادتك يا فندم. كده هنا حضراتكم ادي كورات اللحمه اهي اهو كده. استاذنكم واخد فاصل وارجع لكم تاني، بس يعني انا هرجع تاني برضه هقول لكم عملت ايه، وسامحوني لو انا ما جاوبتش على اي سؤال هجاوب عليه تاني. عندي طاجن الكراميلي هجاوب عليه، وعندي الكباب الحله هجاوب عليه، وعندي فاصل هاخده وارجع لكم تاني. اوعوا تغيروا المحطه ولا تروحوا في اي حته. رجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل. كده هنا عندي ادي الصوص اهو، ادي المكرونه بعد ما سلقناها، يبقى شفتوا بقى كان ليه عندي حق ازاي ان انا ما احطش والمكرونه بتاعتي في ميه. ليه؟ بفضل ان انا اعملها كده قدام حضراتكم اهي كده. لسه هنشوف هنجاوب على ايه. اخر سؤال جالنا ادي كده اهو. برضو شفتوا بقى المخرج. طب انت حلواني ايه دخلك في السخن؟ الحلواني ايه دخله في المطبخ؟ اهو كده عم عسكر. ازيك يا باشا؟ مساء الهنا يا عمي. ازيك يا حبيبي؟ يا صباح الهنا والجمال. حبيبي 90 مليون ناقص 20 واحد اعضاء النجاح. اعداء النجاح بس 20 واحد، لكن انت حبيب 90 مليون بس. الله يزيدك من نعمل يا حبيب قلبي. 90 مليون بس من شعب مصر غير الباقي. وانا تحت امرهم كلهم واحد واحد. والله كان لسه معايا كده الكابتن الشاب الصغير كده علاء خالد اللول عمال لسه بيمسك في امه ولا عاوز الاكله كده اللي بيعملها لي الشيف شربيني دي. عايز اكل ايه يا عمي؟ لسه بيمسك في مامته وباباه يقول لهم عاوز الاكل اللي بيعمله الشيف شربيني. برضه؟ اه. على فكره كده انت ظهرتوا على حقيقتكم. قلت له لا ده انت يعني كده 100 100. انتوا كده ظهرتوا على حقيقتكم. ما انا بقول لك حبيبي انتوا جايين على طمع. انت انا عرفت انتوا بتتصلوا بيا ليه دلوقتي. انا عرفت انتوا بتتصلوا بيا ليه. انت جايين على طمع انا عارف. عم عسكر على كل اللي انت بتعمله. عم عسكر انت على بالمناسبه دي معاك اسره برنامج ناس كلها على قمه الاحترام اللي في الدنيا. انت عمنا كلنا يا عم عسكر والله العظيم ناس قمه. الله يبارك في سعادتك يا حبيبي. وهو ده الناس هو ده اللي بينجح القناه بتاعتك. الله يسترها معاك دنيا واخره يا عم عسكر يا راجل يا حبيبي. الله يخليك يا حبيبي اللي بتشرفنا. بالمناسبه دي بنقول لمامه الاستاذه نيفين زميلتنا هندلها بسلامتك ويا رب تكون اجازه سعيده يا رب. يا رب تكون اتبسطت. هي ومدام نيفين بس طبعا امها اهم علشان دعوه الناس الكبار دي 10 على 10. دي الحاجه دي اهم حاجه عندنا يا عم. منهم دول هي اللي بتجيب. دي الحاجة دي أهم حاجة عندنا يا عم الحاج. صباح الفل يا جميل وصباح على عم هاني قبل ما يصحى من النوم عشان خاطر يكلمنا في التلفزيون. مش هم بيعملوا شعر؟ ما نعمل شعر احنا كمان. أمال مساء الخير. أيوه ست أمال سلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا ست شربيني؟ ازي حضرتك يا ست أمال؟ الحمد لله. تسلم إيديك على الحاجات الجميلة. الله يبارك في سعادتك. حاجات جميله جدا الحقيقه. الله يقبل بخاطرك يا فندم. الله يخليك. تأمرين سعادتك. حضرتك على الكريب الحلو. نعم يا فندم. الكريب الحلو. الحلو على عيني حاضر. ايوه وبعد اذنك المقادير الكفته اللي عملتها ما لحقتهاش. على عيني يا فندم، حاجه ثانيه؟ كتير قوي قوي. الف شكر. بشكر حضرتك على اتصالك يا فندم. اشكرك على اتصال حضرتك، شكرا ليكي. طيب كده هنا هتكلم على الكريب دلوقتي لحضراتكم. المخرج مكشوف يقول لي ان انا عايز اكل كباب حله وجايبها لي بيقول لي ده في واحد اتصل ومكشوف يقول لك على كباب الحله. ليه بقى؟ عم محمد الحلواني طبعا عشان مخرج كبير مكشوف يقول لي شربيني يقول لي طريقه كباب الحله بس مش هقول لك برضه. قلنا انا عايز كباب الحله واسمعها على الهوا. ازاي ما اعرفش؟ اصل انا غلس. طيب مش هقول لك على كباب الحله. ماشي. كباب الحله برضه انا عشان برضه ست الكل اللي اتصلت برضه على موضوع البصل. مهم عندي البصل في كباب الحله. أنا عندي نص كيلو لحمة، هجيب ربع كيلو بصل هقطعه مكعبات صغيرة وأحطه في شوية مادة دهنية لغاية لونه ما يصفر يبقى لون اللحمة كده، لأن كباب الحلة أنا هعمله من غير طماطم. اصفرت بنزل باللحمة بتاعتي أفضل أقلب فيها، ممكن أديها عود كرفس عود كرات وافضل اقلب. ممكن ابشر طماطمايه واحده واديه شقشاويه بشقشاو ميه. هلاقي البصل عندي تقل الصوص بطعم جميل طعم حلو. لو عايز اقطع بطاطسايه على 4 واحطها معاه تكون قطع كبيره عشان ما تتهريش واسيبه يستوي على راحته واحده واحده. هتاكلي كباب حله مع شويه رز بالشعريه هيبقى ملوش حل. يبقى بصل بحطه على النار مع ماده دهنيه اديله مكعب مرق او معلقه سكر. لونه بقى ذهبي بنزل عليه باللحمه وافضل اقلب. بعد كده اديله شويه زعتر، اديله كرات ابيض، اديله كرفس زي ما انت عايز. في النهايه عايز تديله خضار اديله، بطاطس اديله، بس المهم اللحمه تكون استوت معاكي. كل ما تحتاج ميه اديها ميه، لازم تبقى جوسي. هيبقى احلى حبه كباب حله في الدنيا شفتوها. احلى كباب حله شفتوه. ليه؟ عشان البصل بتاعه كتير. اقول لك بقى بيعملوه ازاي بقى كباب الحله في ست البيت. بتسلق اللحمه بقت ليها شوربه، تروح جايبه بصلايه وفص توم على النار يصفروا، وتروح حاطه عليه الصلصه زي كده اهو، الصلصه زي دي اهي، وتروح جايبه اللحمه سقطها عليها، تقوم حطها شويه خضار عليه، بقى كباب حله بصلصته بشوربته. انا ما احبش كده ولا احب اكله كده، لا انا عايزه بني. اي يعني انا غير الطباخين ماليش دعوه، انت جربي دي وجربي دي، واحنا مع بعض على الخط طول الاسبوع. قولي لي يلا يا شربيني طلع حلو او طلع وحش، واحنا لازم ناخد راي بعضينا. لو طلع وحش نعمل لك اللي انت عايزاه بالظبط وبالحرف الواحد ونقلب البصل. لو طلع حلو يبقى احنا الاثنين كسبانين، انت كسبتي حاجه جديده وانا كسبت سكه تكفيه. نجرب مع بعض والمطبخ معانا، بنجرب واحده واحده، مفيش حد ليه حاجه عندنا. صح؟ تعالوا بقى نعمل الجريك سلطه. جريك سلطه، السلطه اليوناني، هنشوف هنعملها ازاي مع بعض. هو ممكن اديها انشوجه وممكن ما اديهاش انشوجه، ممكن اديها تونه وممكن ما اديهاش تونه، لكن اهم حاجه عندي الزعتر وزيت الزيتون والليمون، ده اهم حاجه عندي. ممكن اديها زيتون اخضر زيتون اسود، انا ليا حريه التصرف في الطبق بتاعي. يبقى هنشوف نعمل ايه مع بعض. كده عندي البسيمه دي، بنسميها في المطبخ بسيمه، بلغه الطباخين دي بنسميها بسيمه، حاجه نقطع فيها بس. طيب كده هنا هنشوف نعمل ايه مع حضراتكم. اقشر الخيار بتاعي، يا ريهام مساء الخير. ريهام، ست ريهام، ست ريهام، يا ريت كلمة تانية يا ريهام. كده عندي الخس بتاعي اهو، كل حاجة بقطعها مكعبات كبيرة، بشيل. خلي بالك من ايدك وانت بتشيلي، ممكن الايد السكينه تغز ايدك، فما تعمليش زيي. يعني في التقطيع بالذات نكون حريصين على ايدينا شويه. كده عايز طاجن كراميلي، هقول لك عليه ازاي نعمله عشان عم عسكر طلبوا مني كذا مره وانا طنشت، بما انه هو بلدياتي ومن عشاق البرنامج. بس هو المثل بيقول ايه؟ هو انت مال لحمتك مش غتا؟ قالوا اصل الجزار معرفه. فعشان بس المره دي مدام سناء طيبه، لكن عمي برضو عسكر برضو طلبوا مني عشان ما اقولش الله انت بتبيعني في اقرب محطه. طيب عندي بصل، كرفس، جزر، بسله، كزبره خضراء، توم، ليمون، كمون، ملح وفلفل، زبدة أو زيت، قرن فلفل حسب الرغبة، فلفل ألوان لو عايزة. هنعمل إيه؟ هقول لك نعمل إيه. هجيب بصل على النار مع التوم مع زيت زيتون، بصل على النار مع التوم مع زيت زيتون. اخلي البصله تتشوح، بكون مقطع الكالاماري بتاعي، بكون مقطع الكالاماري بتاعي وانزل عليه. اتشوح الكالاماري بنزل عليه بالبسله بالجزر، كرات طبعا ابيض، شويه كرفس، حبش زي ما انت عايزه، شويه فلفل الوان. بعد كده بكون ضارب الطماطم في الخلاط، بنزل عليه بالطماطم في الخلاط، ياخدوا غلوتين، اديله شويه الليمون الكمون الملح والفلفل، كل التوابل بتاعتي، شويه زعتر، اظبط الملح بتاعي واروح حاطه على طول في طاجن ومدخله الفرن، في طاجن واروح مدخله الفرن. هيبقى معاك طاجن كاليماري ملوش حل، ملوش حل. طيب الو، مساء الخير. مساء الخير يا الو. الو، ده الخط قطع من عندك ولا من عندي؟ معرفش، حاولي كلمه تاني. احنا اسفين للاتصال لجنه كده، هنا كده. ادي البصل كده كده اهو، اهو. الو، مساء الخير يا عم شيفات مصر كلها. ابو علي، مساء الخير يا حبيب قلبي. حلو مصر وبلح الشام. ده مين اللي جابه ده؟ ده مين اللي جابه ده؟ مساء الخير يا شربيني، ومساء الخير لكل مشاهدينك يا حبيب قلبي. ابو علي حبيب قلبي، ازيك يا عمنا؟ عايز اوصل رساله صغيره لحضرتك ولكل مشاهدينك. يا اهلا بيك يا ابو علي، شرف ليا انك انت بتكلمني، صدقني ده شرف ليا، انت استاذنا كلنا واستاذ مصر كلها، واللي ما يعرفش يعني ايه شربيني يعني ما يعرفش يعني ايه فندقه. الله اكبر يا عم الحاج، بالراحه عليا يا عم حسن، انا مش قدك. الله يخليك يا، بجد حقيقي ده حيوان اقل من حقك. انا عايز اوصل لكل مشاهدينك، تصفرها، تحمرها، تزرقها، تبيضها، تسودها، ما نقدرش نقول غير يا جمال ويا جمال ويا شربيني، يا تكاته وحركاته يا حركات. في نقطة مهمة ورسالة تانية، أنا أعرف كتير مشاهدينك كتير جدا. اتفضل يا فندم. البنات الصغيرة عندهم هستيريا بالنيو لوك اللي أنت عامله. ده رسائل بتجيلي كتيرة جدا، ناس بتكلمني كتيرة جدا، النيو لوك اللي عامله الشربيني ما حصلش، ما حصلش، ما حصلش. أنت أخويا مش كلام، أنت أحسن مني يا أبو علي، وأنت شيف أحسن مني. لا يا شيفنا، ده أنت شيفنا حقك ودماغنا من فوق. الله يخليك. واللي هو بيقول سنك، واحنا عندنا يا جماعه لازم تفهموا ان شيف شربيني اكبر ستار في مصر، وكل يوم عندك، فلازم بيعمل لك شكل جديد عشان ما تملش منه، واحنا مشاهدينا ستات وليس رجاله، بس انا باكد لك اللي داخل وعامل لك المداخله ده مزوق عليك يا شيف شربيني، ده مزوق عليك يا شيف شربيني، ده مزوق عليك. المسامح كريم ابو علي، انت ده من قلبك كبير. الحمد لله الحمد لله، احنا بنأكد زي ما قلت لك، وبنأكد لكل مشاهدينك، تصفرها، تخضرها، تحمرها، تسودها، ما نقدرش غير نقول يا جمال ويا جمال. يا حبيبي قلبي، ربنا ما يحرمنيش منك، ربنا يخليك دايما اخويا وحبيبي. الشيف حسن تواضع وبيكلمني، طبعا راجل بيغير على المهنه بتاعتنا، لكن انا عايز اطمنك يا ابو علي، الحمد لله الثقه في النفس الحمد لله موجوده، ولما الاقي شيف زيك شيف حاجه دي تقويك يا شيف. يعني هقول لحضرتك حاجه يا ابو علي، انا لما الاقي شيف كبير زيك بيكلمني ربنا يخليك، ده شرف ليا، لان بقول لك عدوك عدو مهنتك، لكن لما انت تكلمني وتقول لي الكلمتين دول، ده شرف ليا في وسط زمايلي كلهم يا ابو علي. انت تستاهل اكتر من كده، والناس اللي في المهنه في كل لوكندات مصر عارفين يعني ايه شربيني. الله يخليك يا ابو علي. شربيني عارفين يعني ايه شربيني، مش بنقول كلام. الله يخليك. شربيني بيتارجت ستات البيوت، وبيتارجت الناس المتخصصه، بيستهدف ده وبيستهدف ده، وبالتوفيق دايما دايما دايما، وباكد المعلومه اللي دخل عليك ده مزقوق عليك، وانا عارفه شخصيا. ربنا يخليك ليا يا ابو علي. احنا النهارده كنا في سيرتك، وراجل مدير الانتاج هنا بقول لهم يعني الراجل ده كان في الاعلام بتاعنا وعاملين شغل حلو، انا هو سبحان الله اكون في سيرتك الصبح والنهارده تكلمني، ده شرف ليا. ده شرف ليا يا حاج، بالتوفيق يا حاج، ومسير على كل الساده مشاهدينك وعلى كل الطاقم عندك، وبالتوفيق ومن نجاح لنجاح. وانت معانا يا حبيبي، بشكرك، بشكر الشيف حسن شيفنا الكبير، حلو مصر وبلح الشام، استاذنا الكبير بيطلبني وبيكلمني، ده شرف ليا، اخويا وفعلا عشره عمر. لكن برضو خلي بالكم يا جماعه، في ناس بتقول لك ده عدوك عدو مهنتك، ده لو مش اخويا وراجل شيف محترم ما كانش طلبني، وهو بيقول لي انا بقالي يعني الاعداد بيقول لي بقاله 3 ايام عايز يكلمك مش عارف يوصل لك. فأنا بشكره على متابعته لينا، وهو زعلان على اللي بيحصل لينا، لكن بالعكس أبو علي أنا فرحان بالنقد دوت. وأنت كانوا بحاربوك برضو الجماعة إياهم، بس أنت برضو ربنا يعني قدرك وقلت الصح وعملت الصح معاهم ووقفت قصادهم كلهم، وربنا يكرمك في بيتك وفي عيالك وفي مهنتك. وبشكرك كمان مرة أخويا العزيز الشيف الكبير شيف مصر الشيف حسن. طيب عم نور الدين، عم نور، الو يا عم نور، يا عم هاني قراش، السلام عليكم يا جميل، ازيك؟ احلى مفاجأة النهارده شفناها، احلى مفاجأة النهارده كانت مفاجأة الشيف حسن دي. ده حسن ده اخويا، اه والله العظيم، راجل عزيز عليا، وكفايه وقفته جنبي هو والشيف يسري في فرح ابني بالدنيا عندي. احنا الحمد لله احنا اخوات، وربنا يقدرني واقف جنبه زي ما بيقفوا جنبي هو والشيف يسري، دول حبايبي واخواتي، ومفيش حته سمعنا ان ده طباخ وده طباخ والاتنين يحاربوا بعض. القصص دي مش عندنا خالص، ممكن تكون عند ناس تانيه ما اشتغلوش في الفنادق قبل كده، ايوه، او شغلهم ميديا وبس، لكن احنا الحمد لله احنا اخوات، لينا عراقه ولينا اصاله بينا ومن بعضينا، والحمد لله ربنا يا رب يديمها محبه وموده. اللي قاله ابو علي ده شهاده للتاريخ من واحد من ابن مهنتك، واحد قمه، يعني انتوا ثلاث قمم بنشوفهم، سواء حضرتك او الشيف حسن او الشيف يسري وكل شيفات مصر كلهم على عيننا وراسنا، لكن هذا يظهر تلاحم وحب كل شيفات مصر للشيف شربيني، وقد ايه ان هم بيعتبروه استاذهم ومعلمهم واحسن شيف في مصر وفي العالم. هم اساتذتي وهم معلميني، يعني بس عشان فرق السن اللي بيني وبينهم هم بيكبروني ماشي عشان عجوز شويه وهم شباب، ايوه، بس لكن هم ناس احسن مني في الصنعه ومحترمين. ربنا يخليك، وبنقل لك تحيات اهل بلبيس كلهم، كل بلبيس بتسلم عليك النهارده، وخد التحيه دي من شعب بلبيس كله. يا اهلا، من احسن مدرس انجليزي في بلبيس الاستاذ محمد منير، ما شاء الله، وتحيه من الكابتن محمود مصطفى ببلبيس، ووالدته الحاجه ام محمود، وابنه زياد، والمدام بتاعته، وحماته ام علي، وتحيه للحاج كمال ابو الحاج، ربنا يوصله بالسلامه السعوديه ان شاء الله، ويوصل بالسلامه باذن الله، الفاتحه عند الرسول. وبحيي كل اصدقائي على الفيسبوك كلهم. والنهارده بقى شوف انت عملت لنا مفاجاه، لازم تعمل لنا مفاجاه ثانيه ومطلب جماهيري. اعتبر ان انا متحدث رسمي باسم كل اصدقائك طبعا. النهارده بقى وانت بتختم عايزين هشام ابو الدهب والحلواني وريمون وكل الاستوديو وجمال عزت، الناس دي كلها عايزينهم يلتفوا حولك وانت بتنهي الحلقه النهارده، ولازم تعمل كده احسن هنزعل منك. طيب اديني فرصه بس اراجع معايا الناس عشان هم برضو، لا ده مطلب، ده مطلب جماهيري، وكلهم طالبين مني ان انا اقول لك كلمه. خلاص يا ابو عمر، عايزين يشوفوهم وانت بتحتضنهم. طب انا هسالك سؤال، الراجل اللي بيصور ده هيجي لي ازاي ويسيب الكاميرا؟ يثبتها ويظبطها كده ويجي. يا حلواني، عايزين الناس دي كلها. ريمون بيقول لي لا، عايزينهم في لقطه جماعيه معاك بعد اذنك. لا اصل بص يا هاني، احنا بنشتغل على الهوا، ولكن ناخد اوردر من اداره القناه، ما اقدرش اعمل من نفسي لا انا ولا المخرج نقدر نتجاوز حدودنا في الحاجات دي، لان اداره القناه طبعا عندنا لازم كل حاجه بيبقى ليها حساب، عشان برضو ما حدش يتجاوز حدوده مننا. هو محبم عليا ان زمايلي كلهم يبقوا معايا وانا بني الحلقه، وانت رسالتك دي وصلت لكل واحد فينا، لكن هنيجي في وقت اكيد كلنا هنتجمع مع بعض، وده هيكون في عيد ميلاد البرنامج، لان احنا هنعمل عيد ميلاد للقناه، وكل اصدقائنا اللي هم خلف الكواليس هيكونوا موجودين معانا، وبيحيوا شعب مصر كله على متابعتهم لينا، فكل ده في الحسبان. اتقل عليا يا ابو هاني، عايزين ناكل عيش. اشوفك بعد الفاصل يا ابو هاني، بشكرك على حسن متابعتكم، وبشكرك على اسلوبك المميز ودخلتك الجميله وحبك للناس اللي معايا. فاصل، ارجع لكم تاني اول غير محطه. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، وهنبدا نجاوب على الاسئله بتاعتنا، اللي احنا ما جاوبناش عليها من بدري. طيب الاعداد يقول لي من فضلك الاسئله ايه اللي عندنا؟ كفته التونه بالبطاطس اللي احنا عملناها قبل كده، هنقول لحضراتكم ازاي عملناها. عندي علبه تونه بصفي الزيت بتاعها، عندي 100 جرام بطاطس مسلوقه، عندي شويه كزبره خضراء، ثوم مفروم، بصل مفروم، اعشاب، كل ده وكمون طبعا، عصير ليمون، كل ده مفروم مع بعضه. بعد كده يكون عندي بيض ولبن ودقيق وبقسماط. بعمل ايه؟ بعمله بريدت زي ما بعمل سكلوب البانيه كده. هنا بنعمل ورده كده، نحطها هنا اهي، طيب يبقى فرمت كل الحاجات اللي عندي. البطاطس المسلوقه بتكون محمله شويه، ما بتبقاش مسلوقه قوي، بحط كلها التوابل اللي قلنا عليها. بعد كده ببرنقها، ممكن اعملها فينجر، ممكن اعملها كور، ممكن اعملها مبططه زي الطعميه، زي ما انت عايزه اعملي. بعد كده حطها في التلاجة تريح لمده نص ساعه، ويكون عندك الزيت سخن وغزير. تقليها في الزيت عندك تاني بعد كده، وهتطلع معاكي زي الفل. دي الجريك سلطة، لكن ممكن اديها انشوجه، ممكن اديها تونه، ممكن اخليها زي ما هي كده. اهم حاجه عندي الزعتر وزيت الزيتون والليمون. الدريسنج بتاعي ده بحطه ساعه ما تكون طالعه كده، مثلا اهو اهو، ليمون وزيت زيتون وملح وفلفل. لو انا حطيتها وسبتها كده لمده ربع ساعه ممكن تهبط مني. يا ست ميسه مساء الخير. اهلا اهلا ست ميسه، ازيك؟ اهلا وسهلا، انا معاك الدكتوره ميسه من اكاديميه الفنون. اهلا ست الدكتوره، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. حضرتك فنان فنان فنان، الله يسترها معاك يا ست الدكتوره، ربنا يجيب لك مبدع ورسام وفنان، يعني مش الله اكبر الله اكبر. انا مش قد كلام حضرتك ده. وبعدين انا عندي حفيده كبيره بتاعتي اسمها مريم عمرو مرغني وهاجر، ربنا يخليهم، بيعشقوا الشيف شربيني الحقيقه. يا رب تفرحي بيهم وخليهم. بسببك عملت لهم اللازانيا اللي هي بالجزر وبالطماطم، وكان يوم مبدع وجميل الحقيقه في المطبخ. انا بص الله عليك الله عليك. الو اهلا وسهلا، يعني انا مبسوطه اني كلمتك النهارده والله. انا فرحان بصوت حضرتك وباتصالك عليا، وبرسل احسادي عن طريقك بقى. سلامي ليهم، هم بالكويت عايشين، ربنا يخليهم لك يا رب. بيحبوك قوي، بيحبوك قوي قوي يعني، ربنا يخليهم لك يا رب، وتفرحي بيهم ويملوا الدنيا عليكي، ودايما مبدع. وعايزين بس تعيد لي بس مقادير الكفته اللي هي دي اللي حضرتك عملتها. على عيني يا فندم، على عيني. ميرسي يا فندم، ميرسي. بشكر حضرتك على اتصالك، وربنا يرجعهم لك بالسلامه، ويبقوا معاكي وتفرحي بيهم ويملوا الدنيا عليكي. ست ليلى. ايوه الو. مساء الخير يا شيف. مساء الخير يا ليلى. يا شيف شربيني يا أبها، ده ايه العظمه دي كلها؟ الله يخليك يا ست ليلى، ربنا يوجب بخاطرك. منور الشاشه يا شيف شربيني، وبجد اكلاتك كلها بتمتعنا، يا رب يخليك. الله يسترها معاكي دنيا واخره يا حبيبتي. ربنا يخليك يا شيف. انا كنت عايزه اسالك على الفول فلو يا شيف، بتتعمل ازاي؟ على عيني. حاجه تانية؟ لا، هو انا كان عندي طلب كده، بس مش عارفه اذا كان هينفع ولا لا. اتفضلي. ينفع حضرتك تقول مثلا المقادير اللي احنا هنعملها لشغل بكره عشان ابقى محضراها واعمل؟ والله انا اتكلمت في الموضوع ده مع زمايلنا هنا. ايوه، وهنعمل كل اللي انتوا عايزينه. يا ريت يا شيف، عشان انا بلحق او مش بلحق اكتب وراك، فيعني يفضل ان انا ابقى بشتغل معاك وانت شغال يا شيف، عشان يطلع حاجه جميله. على عيني، ده اللي هنعمله. حاضر يا رب يخليك يا شيف شربيني، ربنا يخليك. على عيني على عيني يا ست الكل. هنتكلم على الكولسلو وعلى الكفته اللي احنا عملناها النهارده، كورات اللحمه. عندي لحمه مفرومه ببشر عليها بصل، بديها شويه توابل زعتر ملح وفلفل، وبعدين ببرنقها بحطها في الدقيق، وبعد ما احطها في الدقيق بقليها في حبه زيت عشان اعمل لها شخصيه. انا ممكن احطها في الصلصه عادي، بس انا عايز اخليها لها طعم جميل. بعد كده بطلعها من الزيت وبحطها في الصلصه. الصلصه طبعا عباره عن فصين توم مع بصلايه ناعمه، بحطهم على الزيت او الزبده بيصفروا. بعد ما يصفروا بنزل بمكعب مرقه معاهم، وبعد كده بنزل بالطماطم بتاعتي، بيطلعوا عندي زي لونها ذهبي. بعد ما يطلع لونها ذهبي بديها شقشقه ميه مع الطماطم، بيغلوا معايا، بقت صلصه. بسقط فيها اللحمه، كورات اللحمه اللي انا قليتها، بيكمل سواهم مع بعضيهم. في الاخر بحط المكرونه عليها، وما ببديش ان انا اغسل المكرونه، بخليها بنزلها من على النار نص سوا في ميتها. بعد كده بحطها مع الصلصه، هتبقى زي ما انتم شايفين كده طالعه جميله، لا هي مهريه ولا هي تحس ان هي مسلوقه، طالعه الحبايه بحبتها كده ومفلفله مع بعض. يبقى كده حضراتكم عرفنا نعمل الكولسلو. عندك جزر كرنب ببشره بالمكنه مع بعض، الجزر والكرنب. حط كرنب احمر، مش هأثر بشيء، هيخلي اللون بالطبق حلو. بعد ما بشرتيهم، لو انا هستنى شويه هغسلهم عشان يفوقوا ويرعرعوا ويبقوا حلوين، بس اصفيهم كويس جدا. بعد ما اصفيهم بديهم كوبايه مايونيز، معلقه سكر، ابشر بصلايه برضو واحط عليها شويه خل وملح وادعكم بايدي، احطهم معاها. مش عايزه منطقه، مفيش مشكله، بقلبهم كله بقى. طب لو انا عايز اعمل دايت وعايز الكولسلو مش بالمايونيز، هغير المايونيز بتاعي، احط مكانه زبادي. لو انا حطيت الزبادي على الكولسلو هيبقى مصرصر ويبقى سايل، ممكن اربطه بمعلقه عسل نحل بدل ما احط معلقه سكر، هيمسك معايا الزبادي يبقى ليه شخصيه. بقلب كله مع بعضه، اديله شويه زبيب، اديله شويه ملح وفلفل، يبقى عندي الكولسلو نوعين، نوع بالدايت اللي هو بالزبادي، ونوع تاني ممكن اعمله بالمايونيز عادي. يبقى عندنا ده. عندنا الكريب. جالي سؤال على الكريب الحلو، وست الكل قالت لي انا عملت الكريب تقريبا ما اعرفش حل منها او طلع زفر. انا بجيب 3 بيضات، كوبايه لبن، كوبايه دقيق. 3 بيضات، كوبايه لبن، كوبايه دقيق، ذره ملح، ذره سكر، ذره فانيليا عشان هو يتعمل حلو يشيل الزفره، و3 معالق زيت. ممكن تحط زبده مش زيت، تحط سمنه زي ما انت عايز، تضربيهم مع بعضيهم، هيبقى معاكي الكريب الحلو. لو انا مش عايز اعمله حلو يبقى هشيل الفانيليا، وممكن طالما هعمله حادق افرم شويه شبت احطهم معاه، هيشيلوا الزفره خالص. قد سنه كمون وسنه فلفل هيشيلوا الزفره. عندي حريه الاختيار في الكريب وانا بعمله، لكن انا شخصيا لو بعمله حادق لما اجي اديله شويه شبت بيخلوا الطعم جميل جدا، لان انا هلف واحشيه اعمل فيه اللي انا عايزه، الطعم بيبقى لايت وجميل جدا. لحضراتكم كده كان نفسي. احنا طبعا عملنا النهارده 4 اطباق وكلهم جداد، وكان نفسي اعمل حاجه احسن من كده، لكن اللي قدرت عليه عملته. بشكر كل اللي اتصلوا بيا، بالاخص زميلي العزيز الشيف حسن، بشكر مخرجنا الجميل محمد حلواني وحلو مصر، وكل الكاست الموجود معانا، وبشكركم على حسن متابعتكم. السلام عليكم ورحمه الله.